واذكروا نعمة الله عليكم. الإسلام، الإسلام نعمة، نعمة كبرى، ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة كبرى، لأنه جاء بهذه الشريعة التي نظمت حياة الناس. فاذكروا هذه النعمة، حياة ليست حياة جاهلية وليست حياة حيوانية، إنما هي حياة منظمة نظمها الله سبحانه وتعالى. فاشكروا الله على هذه النعمة. اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة السنة النبوية. وأنت إذا وجدت آية قرآنية جمع فيها بين الكتاب والحكمة، فالحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظكم به. طبعا جعله علامة نتعظ بها ونعمل بمقتضاه. واتقوا الله، لابد لتنفيذ أوامر الله يحتاج الأمر إلى تقوى، لأنه من غير تقوى لا ينفذ شيء، إنما بالتقوى. خاف التقوى أن تجعل وقاية بينك وبين النار، أن تجعل وقاية بينك وبين العذاب، أن يعذبك الله. إذن إذا تذكرت أنك تضع وقاية فإنك لن تفعل المعصية، ولن تأتي إلى الباطل، ولن تعطل حكما شرعيا. إنما بدون التقوى كما ينظر واحد إلى صحته يقول أنا سليم، يعني نقول له ستموت، يقول لا الوقت مبكر، الوقت مبكر. يبقى إذن هذا لا تقوى عنده، فينحدر في المعصية. فاتقوا الله، خافوا عقاب الله سبحانه وتعالى، وهو واقع لا محالة، والإنسان منتقل إلى مولاه لا محالة، وكل من ولد فقد مات، كل من ولد مات. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. تحذير، يعني يعلم إن كنتم ستتمسكون أو لا تتمسكون، فإن تمسكتم أثأبكم، إن لم تتمسكوا أعاقبكم. فنحن نقول إن ختام الآيات يكون مرتبطا بالمعنى الذي ذكر في الآية، فالذي ذكر في الآية أحكام شرعية خاصة بالمحلل للزواج، وخاصة بالعدة، وخاصة برجعة المرأة وبترك المرأة لتسرح. هذه أحكام لابد أن تعملوا بها. ربنا سبحانه وتعالى يعلم تصرفاتكم ويعلم كل ما يصدر عنكم. معنى يعلم أنه سيحاسب، فليس المقصود مجرد العلم، إنما العلم للحساب. ما دام أنه يعلم إذن سيحاسب. ثم يقول الحق سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. طب أنت قبل ذلك يا ربنا قلت إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وقلت إن الأجل هنا هو آخر العدة. طب وهنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن؟ لا، هنا النهاية. قال فانتهى أجلهن. في حاجة في اللغة العربية اسمها السياق، يعني السياق يعني تنظر الآية وردة في أي موضوع، فإذا علمت الموضوع الذي ورد فيه تستطيع أن تفسر الكلمات، إنما إذا لم تعلم الموضوع لا تستطيع. يعني علمنا أن إذا بلغنا أجلهن الأولى كانت على أساس قبل نهاية العدة. ليه؟ لأنه أعطاه حق الرجعة، وحق الرجعة لا يكون إلا بعد، إلا في أثناء العدة. إنما هنا العدة انتهت وطلقت المرأة، انتهى. طلقتم النساء فبلغن أجلهن، انتهى، أصبحت مطلقة. بعض الأزواج يطلق الزوجة ثم يحاربها، يعني كلما يأتيها رجل هو يقف بالرصاد، يقول ده هذه سيئة السلوك،
ده عندها كذا وعندها كذا وعندها كذا. اسمه عضل، يعضل الزوجة. يعني أنت كنت الزوج وطلقت وانتهى الأمر، اتركها لحالها. بعض الأزواج لا يتركها، يضع أسافين لكي لا تتزوج. يبقى هذا الزوج جالس بالمرصاد لمن طلقها. طب أنت طلقتها وانتهى الأمر وأصبحت أجنبية عنك، لما تحاربها؟ إذن هنا يأمر الأزواج ألا يعضلوا الزوجات المطلقات، طلقها يتركها لحالها. يبقى هذا عضل. ممكن عضل آخر، ممكن طلقت المرأة فأتاها زوج جديد، واحد يريد أن يتزوج، أخوها يمنع، يقول لها خلاص أنت طلقت مرة ما لن تتزوج، أو الأب يفعل مثل ذلك، يعضلها فيمنعها من الزواج. لماذا؟ ده هذا شر أباحه الله سبحانه وتعالى، وأباح أنها إذا طلقت أو مات عنها زوجها فلا الحق أن تتزوج، حتى نمنع الفواحش، حتى نجعل المجتمع مستقيما مستقيما. إنما لما الأخ يمنعها، أخ يقول لها لا لن تتزوجي، أنت فشلت في التجربة الأولى خلاص انتهى، هي تجربة واحدة. لا صح. يبقى لا يجوز لولي الأمر أن يعضل المطلقة فيمنعها من الزواج، لا يجوز. ولا يجوز للزوج الذي طلق أن يتصدى لها فيمنعها من الزواج أيضا بطرق واحتيالات معينة. يبقى لا يجوز هذا. يبقى إذن الخطاب هنا لمن؟ الخطاب للأزواج، والخطاب لأولياء الأمر، ولي أمر المرأة. فخطاب للكل. إذا طلقت المرأة وانتهت عدتها فنرجو ألا يقف أحد في طريقها. إذا أرادت الزواج، تتزوج، تمنعها أنت الزوج أو ولي الأمر يمنع؟ لا يجوز. شوف كيف يحافظ الإسلام على المرأة، كيف يعطيها السمت ويعطيها الحصانة أمام من تزوجها، والحصانة أمام أولياء أمرها. يقول لولي الأمر لا يصح منك ذلك. سبحان الله، يعني يبطل ولاية ولي الأمر، يبطلها، يقول لا يجوز. إذن الإسلام لم يظلم المرأة، الإسلام يحافظ عليها ويصونها ويعطيها اعتبارها، يعطيها الاعتبار، واخد بالك؟ رأي مثلا، قيل إن هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار حين عقل أخته أن ترجع إلى الزوج الأول، أرادت أن ترجع إلى الزوج الأول وطلقها طلاقا رجعيا وبانت تريد أن تتزوجه، يقول لا لن ترجع إليه. فمعقل ابن يسار فعل ذلك مع أخته، فنزلت الآية. يعني واخد بالك، إذا طلقتم النساء طلقت فبلغن أجلهن لا تمنعهن أن يرجعن إلى الزوج الأول إذا أحبت أن ترجع إليه، واخد بالك. وطبعا وقيل في جابر بن عبد الله حين عضل بنت عم الله، بنت عمه، وأرض يمنع من رجوعها إلى الزوج الأول. ولكن الشيخ يقول الخطاب للناس جميعا، الخطاب هنا في الآية للناس جميعا. ولذلك هذا يتفق مع قول المفسرين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الآية نزلت في واحد معين، لا نقول خلاص انتهت مع هذا الواحد، لا، ده هي له ولأمثاله إلى قيام الساعة. فآيات القرآن محكمة، فهي صالحة للتنفيذ مطلقا. صحيح نزلت في شأن فلان، لكن كل من على شاكلته ينطبق عليه هذا الكلام. ولذلك يقول الشيخ هنا الوجه أن يكون خطابا للناس، أي لا تنكروا العضل ولا تفعلوا العضل، يعني أنت لا تفعل وأنت تأمر غيرك ألا يفعل. افرض ابن بنت أخيك وأخوك منعه، أنت تقول له هذا لا صح، لأن القرآن يقول كذا. فيعظ بعضنا بعضا، ولا بد أن يعلم بعضنا بعضا.
ولذلك قول بعض الناس لا اتركه انا هو وعمله وانا ليس لي مصلحه به واخد بالك واترك الناس وشانهم لا انت مطلوب منك النصيحه الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله وللمؤمنين ولائمه المؤمنين وعامتهم كل نعم فاذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين يعني انت ليك جار ويعضل ابنته لا يريد ان ترجع الى زوجها الاول او لا يريد لها ان تتزوج وانت ساكت تقول ما فيش مانع انا مالي هو حر في ابنته انت مرتكب للعدل طيب شوف الشيخ اذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين يبقى كله آسف ولذلك عليك أن تبادر بالنصيحة حتى تخرج من الإثم حتى تخرج من عملية الإثم إذا سكت فأنت آسف يا سبحان الله والعضل الحبس والتضييق العضل الحبس والتضييق والشيخ مورد يعني أمثلة لغوية عضلة الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج يعني أرادت الدجاجة أن تبيض ولكن البيضة لم تنزل فيقال عنها إنها عضلت حلس لها عضل فالعضل بمعنى الحبس وبمعنى التضييق وبلوغ الأجل على الحقيقة بلوغ الأجل هنا قلنا إذا بلغنا أجلهن هنا في الآية دي معناها إذا انتهت العدة فلا يجوز عضل الزوجة سواء من الزوج السابق أو من قريب للزوجة لا تمنعها اتركها تتزوج إذا أرادت تحب أن ترجع إلى زوجها الأول لا مانع إذا كان ذلك بالمعروف وإذا كان في الحدود الشرعية تعليم إذا تراضوا بينهم بالمعروف دايما القرآن يذكر المعروف المعروف يعني المعروف في حكم الشرع يعني إذا تراضوا على ما شرعه الله إنما إذا تراضوا على غير ما شرعه الله على أمور لا تصح ولا تجوز لا يبقى العرف هنا هو عرف الشريعة فإذا ما كان رجوعهما أحدهما للآخر على شرع الله وعلى أحكام الله وليست هناك مخالفات فهي جائزة إنما بغير المعروف لا يجوز حتى العرف المعروف لنا يقول لك العرف ما اشتهر في العرف نقول العرف الصحيح لأن هناك عرفا صحيحا ولأن هناك عرفا باطلا فاسدا عرف صحيح المجتمع طبعا يرى أن الإنسان يستر نفسه وعورته ويكون لابسا ملابس كذا إنما هل يجوز واحد يمشي في الشارع مثلا صحيح العورة من السرة إلى الركبة يمشي هكذا أو يذهب إلى العمل لا العرف يقول لا طيب العرف في الجامعة هل مثلا الإنسان يذهب إلى الجامعة بالثوب بالجلابية في المصرية الجلباب لا يجوز بالجلباب في الجامعات مصر لأنها مصطلحة إما أن تلبس العمامة والكابولة وإما أن تلبس البدلة عرف لائق جاء بالجلابية منتقد ده هذا عرف صحيح لكن هناك عرف فاسد الجلوس على المقاهي شرب الشيشة والإضرار بالناس والتدخين في وسائل المواصلات ده عرف بس عرف فاسد إذن العرف هو ما اصطلح عليه الشرع واصطلح عليه العقلاء الذي لا يصطدم مع شرع الله هذا هو المعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر وخطاب ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر يبقى خطاب للأولياء وخطاب للأزواج الذين طلقوا الزوجات
خطاب لهم أن يعطوا المرأة حقها في أنها انتهت وانتهت عدتها، لها الحق أن تتصرف بالعقد الشرعي مع رجل آخر، لا يمنعها الزوج ولا يعكر عليها الصفو ولا يسبها ولا يشتمها ولا يقول عنها كلاما لا يليق، والأب والابن والأخ إلى آخره لا يجوز. يبقى هذا وعظ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لا تهديد، تهديد لأي واحد يخرج على هذه القواعد. الذي يخرج ليس مؤمنا، ليس مؤمنا بالله وليس مؤمنا باليوم الآخر، وطالما أنه سحب منه الإيمان يعاقب. ذلك يعاض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يعلم أن الدنيا فانية وأن الآخرة هي الدار الباقية، وأنه سيعود إلى الله وأنه سيحاسب، سيحاسب فلا يظلم، هذا سليم. إنما إذا ظلم يبقى خرج على قواعد الإيمان، وكأنه ينكر الإيمان وينكر القيامة، فسيعاقب عقابا شديدا. اقرأ القرآن بتدبر، القضية ليست أن تقرأ القرآن وبسرعة ولا تدري معناه، إنما اقرأ الآيات وتدبر في معانيها. وإذا وقفت أمام آية مثل هذه قل أطعنا، أطعنا يا ربنا واستجبنا. وإذا وقفت أمام آية فيها نهي عن الخمر وعن كذا انتهينا، انتهينا. إنما تقرأ وأنت غافل، وأنت غافل لا يكون، لا تكون قراءة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويتبين أن التدبر يكون بفهم المعاني. صحيح يجوز للعوام أن يقرأوا القرآن من غير فهم، صحيح، ها؟ لكن على هذا العامي أن يتتلمذ على العلماء الذين يفهمون التفسير حتى يفهموا القرآن ويتدبروه، ويتدبروه. نعم، إذا لم يتدبروا مع وجود العلماء يكونون آثمين، آثم. صحيح بفهم وبغير فهم، كان في أول الإسلام بفهم وبغير فهم، لكن بعد أن وجد العلماء ووجد القراء ووجد من يشرح، إذن على كل واحد أن يأتي ليحضر وأن يفهم القرآن، وأن يفهم القرآن. إذا ذلك يعاظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر. حينما تتبعون هذه القواعد هذا يزكيكم، يزكي نفوسكم، يطهرها، يطهرها. أو تقول مثلا هو أفضل، هو أفضل لكم، أفضل شيء أن تتبع الشرع، اتبع شرع الله، فهذا هو الأفضل وهو الأحسن. إنما إذا خالفت شرع الله وعضلت المرأة ومنعتها وحبستها وضيقت عليها، إذن لست زاكيا ولست طاهرا، لا عندك طهر ولا عندك زكاة. انظر، يبقى نجس، يفعل أفعال النجاسة. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو يعلم، يعلم ما تفعلون إن كنتم ستعضلون أو تتركون العضل، يعلم. والله يعلم ما فيه مصلحتكم، يجوز. هنا اللغة العربية تقول المفعول محذوف، والله يعلم، الفعل يعلم يتعدى، يتعدى لمفعول. تقول أنا علمت الموضوع الفلاني، يتعدى المفعول به، المفعول به. حينما يحذف المفعول يكون لأجل العموم، يبقى يعلم هنا أنت تختلف في المفعول. يعلم ماذا؟ يعلم ما ذكر في الآية من أن النهي عن العضل والنهي عن عضل المرأة، يبقى يعلم من يعضل ويعلم من لا يعضل، فيحاسب هذا بالثواب ويحاسب هذا بالعقاب. ولا يعلم يعني ما فيه مصلحتكم، هذا أيضا آخر. فمصلحتكم فيها في عدم العضل، ليه؟ المودة والمحبة والألفة تظل قائمة بين الأخ وأخته، بين الأب وابنته، بين حتى بين من طلقها وبينها، تكون علاقة مودة وتسامح، وتسامح
إذن هو يعلم ما يؤدي إلى تكون هذا المجتمع وقيامه على الألفة والمحبة والتعاون والتآلف، يعلم ما يصلحكم فيفعله لكم. طبعا كل ما يفعله الله هو خير لنا، ولذلك علينا أن نتبعه. ولذلك قانون السماء هو أصلح القوانين للتطبيق. قانون السماء، قانون الله، قانون الله إذا طبق قانون الله صلحت الأمة. ليه؟ لأنه من عند الله، من عند الله. أما ما القوانين البشرية فمن وضع البشر، يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، وما يصلح اليوم لا يصلح غدا، وما يصلح غدا لا يصلح بعد غد، إنما هذا صالح لكل زمان ومكان. يبقى إذن يعلم وأنتم لا تعلمون، وإذا كنتم لا تعلمون مصلحتكم والله يعلمها فاتبعوا ما قاله الحق سبحانه، لأن فيه مصلحتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا احنا قلناها، شرحناها، شرحناها في الدرس السابق. عايز فيها ايه؟ قول لي، قول لي. عايز اعرف بس ليه الله سبحانه وتعالى قال يعني هنا قال بالمعروف تسريح قال بالاحسان، يعني الدلاله. اصل المعروف هيرجع على شرع الله، المعروف يعني زي ما كما شرحته الان على ما وجد في الشرع، انما بإحسان هو طلقها وانتهى، يحسن اليها بانه لا يزمها، لا يتناولها في المجالس، هو طلقها، طلقها وانتهت منه، بانت منه. فإذا مثلا جلس معك ها وانت قد يكون لك رغبة في الزواج منها، يقول لك لا احذر، ده كان سلوكها مثلا، هي لها مستحقات عندك، لا مؤخر لها كذا لك، اعطيها. لا يطلقها، يقول لها بالمحكمة، بالمحكمة، ما أن تأخذ شيئا إلا بالمحكمة، إذن يضيقها. فهنا إحسان، ولكن هنا التزام بشرع الله، لأنه راجعها، راجعها على شرع الله وعلى ما يرضي الله، إنما سرعها لا يسيء إليها وإنما يحسن. نعم نعم نعم. ارفع صوتك. آيات ما ملكت أيمانهم لم تنسخ. آيات ما ملكت أيمانهم لا تنسخ. لا نسخت. نسخت ما ملكت أيمانكم. دي خطيرة. دي خطيرة جدا إن المجتمع يتمسك بما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم انتهى مع انتهاء الرق. لأن ده كان في زمن وجود العبيد. في زمن وجود العبيد. لو وجد زمان فيه عبيد نطبق القانون، إنما الآن أي أسير في أي دولة بتأتي اللي هي المنظمة العالمية الأمم المتحدة بترسل من يسجله ويرجع إلى بلده، يرجع إلى بلده. ما فيش رق الآن، لا يوجد الرق، الرق انتهى منذ عصر صدر الإسلام. فإذا لا يوجد ملك اليمين الآن، لا يوجد. إذا كان تأتي عصور أخرى، تأتي عصور أخرى يصبح العالم غابة كأيام الجاهلية، أيام الجاهلية كان العالم غابة، كان غابة. لا لا، العالم يعتدي هذا على ذاك. ومعروف أنهم الجاهليون كانت قبيلة تعتدي على قبيلة، ياخد واحد يعمله عبد وهو أصلا من قبيلة، زي واخد لك صهيب بن سنان. صهيب بن سنان ليس عبدا، ده من قبيلة بني سنان، دي قبيلة ضخمة في الجزيرة، إنما أسرته قبيلة واتخذته عبدا. إذن لا يوجد الرق إلا في عصر الهمجية، إنما الآن عصر قوانين وعصر بيقول لك لا، شوف عدد الأسرى عندك، قيد أسماءهم، ترجع الأسير إلى بلده بالاتفاق، بالمفاوضات، بكذا بكذا، إنما ليس عبدا لك.
فإذا الآن الآية دي متوقفة. فقول بعض الشباب للبنت زوجي ملكيني نفسك هذا باطل. لا الله اعلم. تفضل. تفضل. فمش مش هينفع يقول يعني الرجاله هتقل الستات هتزيد هيبقوا عايزين يتجوزوا ورخصه اربعه هيزيد هيبقى هيفعل ما ملكت ايمانهم ساعتها. لا الله اعلم. الله اعلم، لا احد يعلم ما في الغيب. والاحاديث اللي حضرتك بتذكرها ديت احاديث ضعيفه. احاديث ضعيفه ليست قويه. الله اعلم. لا لا ليست من الأحاديث القوية، مشكوك فيها المسألة. الغيب لا يعلمه إلا الله. إلا الله هي الآية موجودة. إذا وجد ما لا لا هي متوقفة، لأن العصر عصر توقف، عصر قانون. إذا جه وقت، إذا جاء وقت مش ما يبقاش بالصورة اللي حضرتك بتتكلم عنها. لأن الصورة اللي عندك مثلا هيتزوج مثلا 20 امرأة أو 30 امرأة، ها؟ لأن عارف أنك أنت بتقول في آخر الزمان.